بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتكلم تحت العنوان بيكتشر فورماتنج. بالطبع يعني أو زي ما بيقولوا الجماعة الجزائريين، يعني بطبيعة الحال لازم يكون في عندك بيكتشر عشان تشتغل على بيكتشر فورماتنج. كليك يمين على الصورة بتاعك وتختار فورمات بيكتشر، هيفتح لك التاب اللي هو كان خاص بالبيكتشر اللي هو أساسا يا جماعة كان فيه البريسيتس اكزاكتلي اللي هو كان في الشوية بتاعة الأدجاست والكلام ده، تمام. واحدة من ضمنهم البريسيتس الإعدادات الجاهزة، وطبعا كل ما بتعمل هوفر بيعمل لك بريفيو على الشكل بتاع الصورة بتاعك. معايا البرايتنس، درجة الوضوح بتاعت اكشولي هنا بيحاول يخليها لك إما إنها تبقى مصمتة خالص وراهي ابيض يا اسود اللون، تمام. بعدين عندي الكونتراست، التباين، تباين الشكل مع الارضيه على ما اظن تقريبا لغايه اعلى تباين او اقل تباين. الترانسبيرنسي خاص بالشفافيه. البلند ده واحده من ضمن زي ستايل عام انا هحاول اصبغه لك على الصوره بتاعك بمثابه برضو يعني ايه لون زي لاير بتتحط فوق منها كده علشان يبتدي ايه يخليها جزء من التصميم، يعمل سنس اوف ميرج زي حاجه اللي هي داخله بالدمج. المود طبعا الناس تاخد بالها من اوفرلاي ومالتي بلاي وكلر دادج وكلر بيرن والكلام ده، نفس الستايلز بتاعت الفوتوشوب يا جماعه بنبتدي احنا نمنتج عليها لغايه لما نختار افضل تصميم مناسب لينا وبنبتدي نضغط على اوكي لو كان التصميم ده مناسب او مش مناسب. جاست لو عايزين نرجع كل حاجه للديفولت فاليوز بنضغط على ريسيت بيكتشر نلاقي كل شيء رجع للاعدادات الافتراضيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.